إخوان السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. معليش غير باش نجاوب على واحد داك اسمه انك بديل انا تلكمي وتنشرب قدامك فهمتي ما عليناش يمكن ما تقصدنيش تقصد الاخرين ولكن يا اخي ما كاين انسان في المستوى ديالك الى عندك شي مستوى ما خصكش تقلق لان هادوك اللي هاجموك من حقهم يهاجموك الكريتيك ماشي كلشي بحال بحال كاين الناس اللي ما تعرفش لا يبيجلك انا نتفق معاك لانهم ما خصيش يجدوا لك مرتك ولادك وامك اما نسيبتك ولا جارتك ما عندناش باش تقنع فهمتي هادي نتفق معاك فيها ولكن اليوم قلتي واحد الكلمه غادي نسقسي المغربي ما معناها انا صحاب هنا حتى انا ما قاريش ملي هادي غادي نبدا معاك من زيرو انا ما قاري والو انت اللي قاري واش قديت ما عندناش نسقسي هذا السيد ديال المخابرات المغربي ماكاينش اللي ما يعرفش المغربي المغربي راه خريج جامعه الحياه بي اتش دي في تبركيك والنميمه هذه باش نعطيكم لا من الاكاديمي رويال ديال الحدوشه اللي كاين هنا معليش فهو سقسيتو قلت له شنو هو جبانه جات مع داك مول الجبان كلو بانيا يا حيوان لا شنو هي قال لي جبان هي قال لي داك الفرماج اش من الفرماج موزاريلا ولا الاخر قال لي الاخر حيت ما عرفتش شنو هي موزاريلا معليش قال لك هادو جبناء قال لهم جبناء هذا المهدوي تيقول اليوتيوبرز ديال الخارج اللي قال لهم باركين عند سيادكم اللهم يبركوا عند سيادهم ولي يبركوا عند سيادك بعد انا شوف انا ما بيني والو مدي غير ما هو لا بغيت نحشي الهضره ولا نحشيها مزيان ماني فهمتي انا ما نشوفش عليهم هما الجمهوريين بحالنا بحالهم فهمتي غير هما جمهور ديال الرجاء وهذاك جمهور ديال الوداد وانا جمهور ديال الكراري فهمتي فلهذا تلاقينا كاع الجماهير ولا جمهوريين هما جمهوريين هذوك وانا الملكي حتى الزقه ايديا في الماء السينما الملكيه حيدوا لينا المغرب وحيدوا لينا الاطلس وحيدوا لينا شنو اخرى اللي حيدوا لينا حيدوا لنا كاع السينمات وحيدوا لنا الريف ايوا هما اللي يفرقوا فينا الضرب ديال الفرقه تاعها ما عليناش دابا نشوف هذا المهدوي اليوم كاعي ولكن الحاجه اللي قالها مزيان قال لي هذا نترزق ايوا ها هو هذا تعترف ماشي سوقنا ماشي بحال داك العصابه اش داروا الديتاي في اليوتيوب دابا باش يديروا تيعملوا فيلم وتيبي يصيفطوه خمسة دقائق تيبيعوا الديتاي باش تيدخلوا الفلوس هادو العصابه تيعملوا تفرش في الفيديو بحال اليوم وغدا بالغدا تيديروا واحد شويه وعاوتاني يديروا واحد شويه وعاوتاني واحد شويه بحال ديك المهم الكارو اللي كاين في راس الدرب هادوك تيبيعوا الديتاي الحق اللي يعلموا البوليس ما عليناش هادوك دابا هادو العصابه تيبيعوا اما هذا المداوي تعرف كيكون يعني الصحفي كيما الاخر اللي في ميريكان حنا زعلنا تو كاع دوك الصحفيين عنده جوج مراكش مراكش فيها ما فيها والو فهمتي هو كاع عنده صحفيين هو هذا المهدوي تو كاع دوك الصحفيين يخلصهم غير العدراوي اللي ما عنده حتى شي صحفي بغا يدير داكشي راسو مانيش كاع عنده داك ابو تقي ولا المهم داك الدري داك الراجل اللي كاين في نيويورك هذاك مانيش وداك صاحبو داك اللي كان مدوز الحبس على العقار لا كانوا العقار وخشوا بالحبس مانيش دابا هذا اليوم تنشوفوا هذاك اسمه المهدوي اليوم قلق مقلق ايه ودابا شتي المهدوي دابا بحال دابا ملي نتقلق اش ندير العاب تنديرها في كبتي في قلبي ولا في كبتي بقى العقلية ما عرفتش كنت كتقول حنا حنا مكنشدها وتنسى الهموم تنسى اللي بغا يسب يسب لان حنا عندنا هذيك السبه ديال المغرب مرتك هادي ما تاكلش في الانجليز ديك الشاشه ما تقلقوش قال لي غنجبد لك امو ماش موش مولو بلاستيك جبده معليش فلهذا نقول الاخ المهداوي بقى ما عرفتش فيه
هادو اللي ناضوا لك هاد الايامات عرفتي شكون هما؟ ماشي جمهوريين، كاين واحد ولا جوج اللي ناضوا لك هما المغاربه تما اللي مع اللي مع المخزن هادوك، هادوك هما اللي ناضوا لك، اللي شافوا هاد الايامات جعرتي وناضوا لك. وكثريا من درتي ديك الدوره الشيطانيه في الاستاذ زيان، فهمتي؟ هادو من ناضوا لك راه عندك من في ساكده في سلا في سلا العربيه، ما انت اللي قلتي ما قلت والو، عندك انت وداك قالوا هادو صح هادو هادو هادوك ديال الامريكان من سلا وانت من سلا وقوتوها والجريمه الكبيره كاينه في سلا معنياش. فلهذا غنبقى ندخلو دابا ما نبقاش نتكلم عليك لان صافي عطيتك شحال من 7 دقائق فلهذا نقول ما تقلقش ما تقلقش، ولا ما كنتي مسلم بالزعط فهمتي، راه حنا هما المسلمين، حنا هما المسلمين غير المنافقين. ها انا درك مي قدامك وتنسكر قدامك والحمد لله، والله سبحانه وتعالى راه هو الفوق تيشوف فيا. ايوا باقي لي شهر وما شحال لبان ديسمبر غادي ندز غنكمل 72 71 عام 71 ان شاء الله الا بقينا في الحياه ولا في الوداد ولا في اتحاد سلا معليش. فلهذا صافي ما تنرفاش ما تقولش لنا جبنا، ها تقولش لنا جبنا دي احنا ما احنا ما ندخلوش معك في شي شد قطع شد قطع شد قطع كيف شي شد قطع ما عرف شد قطع المخزن تياخذ تياخذ منك صحه الشفاره 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 ما تكلمش عليهم. هذا اسمه هذا المهداوي، هذا المهداوي ما تكلمش على الجاليه اللي ما عندناش الحق باش نصوتوا، ما عمروش تكلم واش تكلم عليها، الا تكلم عليها سير في الفيديو. هذا 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 المهداوي بديل، وانا خوتي راني انايا والله العظيم ما هذا وهذا وهذا، ومشيت الحبس على قبلهم. واش قلت لك سير الحبس؟ انا قلنا لك سير الحبس معليش. فلهذا الا كدي هذا سير في الفيديو فين تكلمتي على الجاليه اللي ما عندناش الحق باش نصوتوا. واش حنا دوزي محلوف؟ لا معليش. فلهذا اخ المهداوي احترم راسك وصافي فهمتي، معليش كل حاجه اللي دازت بينا اللي ترزق الله في اليوتيوب. الله يعاونك اخويا والله يعاون جميع الروتينيات وهذا، غير هذاك اسمه العصابه مخدمين مع الدقوليب تيبيعوا بالديتاي تيديروا بالديتاي باش يدخلوا الفلوس بالجهد معليش، تعطيو من المخابر تيدوروا معاهم ايوا مازال تيبيعوا الديتاي. شتي بحال اللي كيخدم على البوليس يخليك تبيع الديتاي بحال والو، هذو العصابه تيبيعوا الفيديوهات بالديتاي بشويه بشويه باش يدخلوا. حرام عليهم وحلال علينا، لا حلال عليهم وحرام ما عرف كيف ديك القضيه. دابا غادي نتكلموا، دابا نعيد نتكلم على 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 هذو السلطات المحليه، دابا غادي نتكلم على الشعب البيضاوي، الشعب البيضاوي مالين الكلاب مالين الكلاب، نعلت الله عليكم خريتوا الدار اللي عمرتوا خرا. ريتك بالحيوان، ريتك بالحيوان. هنا الانجليزي تيخرج مع الكلب تيخلي يخرج مع خنجه الميكا باش لاخر الكلب تيدير بهاكا تيخشي ريتو في خرجة الميكا وتجمع لك الخريه وتعملها خرجة اخرى وتديها لمحل معين. كاين دوك التوارا ديال الخرا ديال الكلاب ولا مشات. فلهذا نتوما هادوك هادوك اللي عندهم الكلاب في الدار، دابا كلشي دابا كلشي عندهم كلاب، كاين اللي تستعملهم الجنس. نقول لك تيمارس الجنس على الكلاب والكلاب تيمارس عليهم الجنس. انا اقول توما حبوا يقولوا انا غادي نقول علاش، لاني نقول الصراحه الصراحه يعني دابا هادو دابا الدار بينا وسخوها. واش عيب بدل البحر تيوسخوا الكلاب تيخراو في البحر تيجي واحد يعملي تعمل جوكين؟ واش يعمل جوكين؟ تجيب تجيب الكلب كيخرا تما اش هذا؟ ولي زعما كاين حاجه انا شفت معايا هذا الدوبرمان هذا تقود كلبك جمع خرا جمع خرا وجمع خراك يا الحمار. اليوم اش دينا واحد بالكاميرا في الدار عندنا في الدار عندنا في 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 المغرب الدار بينا صور الكاميرا واحد عنده 3 كلاب جات للدار قال اخرى تما وشد الكاميرا وكيدا بغى نشوف مع المحامي باش ديك التصويره ديالو التصويره ديال ترمتو نصيفطوها للسما. انا قلت لهم نصيفطوها ليا باش نصيفطها للسما باش كلكم تشوفوا ترمتو. قال لك هذا ما خدامش ولا ما خدامش ما خدامش يخرج لي قدام الدار. واش تاع لبسه؟ لا دابا هاد مالين الكلاب، هاد مالين الكلاب كاين عندنا ازمه كلاب كلابيه. هاد مالين الكلاب دابا خصنا تنوض السلطات المحليه والسلطات المعنيه، هاد مالين الكلاب شدوه يقول لي واش عندك الرخصه ديال الكلب؟ الرخصه ديال الكلب وشدوهم بيدوا عليهم بالغرامه الغرامه عطي ديرهم بالغرامه الغرامه واش لي لاكات ناسيون. دي هو الكلب ديال الكوميسيري وبيدو في الكوميسيري والكلب ديالو واش عارف رفقوا بالحيوان كيفاش كاين. فلهذا انا تنقول لك هذوك المغاربه هذوك المغاربه ديال الدار البيضاء شوهتوا بالدار البيضاء. انا عادت الله عليكم شنو شنو اليوم قال لك الاحد قال لي لا لا حنا تنحلوا تنحلوا 7 ايام قال لي وريهم شي عفوك راك حل لي لا فهمتي حتى الناس يسحبوا الناس في النار. لا انا ماشي في المغرب انا هنايا هنا تنحلوا العام كله العام كله تنسكروا ونشربوا العام كله وخميسه وخميسه عليكم فهمتي العام
عندي نعم، لهذا نقول لكم مالي الكلاب، مالي الكلاب اللي عنده شي كلب جمع خراك خرا كلبك، اللي عنده شي كلب جمع خراه. تنقول لكم من هنايا من هنايا مابقاش تقولوا حق السلطات، ما السلطات السلطات قالوا على ما قالوا لي خوتي خوتي كاين تما في المغرب، قالوا لي الحمد لله كاين الخضره موجوده، اللحم موجود، كاين الفلوس ما كاينينش، اما الحمد لله والقزره ولا القحاب، القزره ولا القحاب اللي عنده لقى الثمن عام نقولوا عام 100 درهم، مي تمشي عنده دي دي لا هذا عطيتك من هذا عطيتك من من العجل، وانا قلت لك عجل انا قلت لك عطيني من الحمار، علاش عطيني من العجل؟ قلت لك ولدك هذاك هو الثمن، تقول لا لا عطيتك من العجل، ايوا واحد الثمن ديال العجل، الثمن ديال بيبي بيبي لام شحال، القحاب الكزاز هما فيهم دخل ديالهم هم اللائحه، هما مالي الكلاب، القحاب خصهم يدخلوا اللائحه، طلعوا فوق مالي التاكسيات، لان المغاربه كلهم كلهم ماشي من ناحيه البيضاويين غنديروا لها 10%، 10% تيحترموا القوانين. يحترموا القوانين تيديروا حوش الزبل مش عرفتي شكون تيديروا حوش الزبل في المغرب هادوك اللي عندهم لي نوفو ريش يقول لقحة غادي في الطوموبيل ديالها وتيديروا زعما وتيديروا في الشانتي ولا قحبة وعلى خاطر يقول حق الدار عامرة عامرة وسخ عمرتوها انتوما يا كلاب العياش حمير تاتلو حوش الزبل من الشراجم فهمتي دابا نقول لكم انا من هنايا فهمتي عينا عينا غندورو في السلطات المحلية دابا غندورو فيكم انتوما انتوما الشعب الشعب بغيت ديروا الشعب طورو طورو تقاودوا طورو ديروا حمار ولا بغيت ديروا كيما بغيت ديروا ديروا فهمتي جمعوا خراكم جمعوا خراكم مالي الكلاب اللي حصلتوا بالكلب في عين دياب ولا في لاكورنيش ولا سيدي عبد الرحمن اعطيو اختيا ما عندوش الحق يجيب الكلب الكلب البحر هنا دايرين اليوم هنا في الماركت ممنوع الكلاب في الصيف ممنوع الكلب يدير مدخل هنا ممنوع ممنوع هكاك حق مونا هي اللي علمتهم هاد القضية الكلاب ولا مونا لا مونا علمتهم القضية الكلاب مونا تعيش في الصحراء الأمريكانية في ديك اسمها نيفادا وعندهم داكشي عندها عندها الخناشي ديال الزبل إلا خرا لها هذاك اسمه اسمه هذاك هذاك تشارلي ولا 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 اسمها هذيك الله ينسيها بيمبا ولا ما اسمها هذيك إلا خرا تجمع لهم تجمع لهم خراهم إيوا وانتم بدا تسمع تقول عندنا الكلاب وانتم ديروا الكلاب ويلي ودي 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 واش قد الميريكا مع المغرب شوفوا خصنا هذا هادو البوليس البوليس هذوك مال الموتورات تجي هذوك اللي شتوا بالكلب عطيو خطيه في البحر ديروا ممنوع تدخل الكلب هنايا ممنوع تدخلوا يمشي خرا ليها تما الناس واحد يكون يجي جوكي تيعب فوق خريا ولا ولا شي واحد مسلم غادي للجامع يصلي تيدوز فوق التطوة تيعب عفت فوق خريا ويدي مع الجامع ايوا شنو هو هذا هو الاسلام هذا هو الاسلام لا هذا هو القحاب ضد الاسلام مالي الكلاب هما ضد الاسلام هما هذو المنافقين الكفار الكبار سمعتي لي هذاك المرة في البكلة باقا خويا فيقتك اشنو هو اليوم الحد انت راك تمشي تنعس باش تخدم غدا وني هذا يخلي تنهار تنهار الحد وتبدا يتشرط عليا ها ندير لك فالي فالي هذا دابا انا شوف غادي ندير واحد الحمله ان شاء الله ما نبقاش ندور في السلطات المحليه السلطات المحليه على ما قالوا لي الدراري عاملين الخدمه ديالهم تيعملوا خدمه قال لك المراه مسكينه اللي في عين دياب قال الكابينه تجي عندها القحبه العربي تاخذ من عند الرولو وتدوز على تمت كله تسالي معاه مسكين المراه تقهر واش تجي واحد تجي تي تيكون معصوم ولا طيح على ديك تجي خير تياخذ لي الرولو قال ياخذ العيا ما عطيهم في الرولو وتياخذوا من الرولو ديال القاعده ايوا هادو حمير حمير انا كنت من الاول يدير واحد الثقبه في الباب مثالي يكوز قدام هاك ويغوض عليها الحاجه وتدي لي بتي بحال هكا فهمتي تسقي لي تمتو بحال هكا ملي تشوف 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 التربه وتسقيه وتعطي القاعده يقول لك نشف باش ما تبقاش يضيع القاعد هذا هو الحل الوحيد هذا هو الحل الوحيد وعلى الاخر يقول لي خرج وسقي الارض هادو يديروا لهم ولا واش يحترموا ولا بالسلطات المحليه ولا عطي ديك الهادي الشاوره الشاوره تيخونوه من القحاب تيخونوه تيخونوه هادو السكان ديال الدار البيضاء لعنه الله عليكم يوم الاحد شوهتوا شوهتوا علينا ما نتكلموا عليكم علينا ما نقولوا للطوبيسات تطلعوا في الطوبيسات تاكلوا المسكه وتلوحوا في الطوبيس ما تخلصوش ويلي انتم بغيتوا كلشي فابور ايوا انا كنت نمشي على رجليا ها ملا نشد نشد جوج مارس تلمدينه تلك المكانه بدنا نشوف الساعة شحال شحال درت ايوا الحمد لله قلنا نديروها علاش لا وباقي نديروها وفرجة تطلع بهاك العقوة تطلع معاك ديال 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 المرابو الكاتدرال فهمتي كيفاش القضية ولا ما فهمتيش ما فهمتيش عندك راك فلهذا اخواني بغيت كاتبوني وبغيت تعاتبوني تعاتبوني العتبة الزراوت في كراك راح تقود بسالة باش يقول لي الله يرحمه قال لي الزراوت اش غادي يقول لي الزراوت علاش الزراوت علاش يقول لي الزراوت ها خلينا نقول الله يرحمك كل شيء ما نعرفش
الناس كتبوا لي قالك الملك راه فاس، وراه في لافاس، راه البلاد ديال المراه ديالو، طبيعي الدراري يشوفوا تيتفكروا ليا الصغار فاس، فهمتي داك باب بوجلود وهذا ويشوفوا يشوفوا ذوك لي سيناغوغ ديال اليهود ديال بكري، مالهم هما اللي طلعوا مول يعقوب، عندك اسمو الهضراوي قال لك بيدير لهم كار بارك، مالتي ستوري كار بارك، ما دارو حتى في الدار البيضاء، الدار البيضاء طرحوها ايامات ملي كان ديك المسعه اللي حدا السماط كانوا يحطوا فيها الطوموبيل، ديك الساعه قالوا بغا يديروا كار بارك ديال هذا واحد فوق واحد، ايوا ما عرفوش يديروها، لان واحد فوق واحد اليوم غاليه، خصهم يشفروا، ما هذا حنا اللي تقودا، تيجيو الفلوس من الخزينه، تجي للرباط والدار البيضاء لهذا، ولكن دوك العمده بحال هذه اسمها، ما عرفت ديرو ما اسمها هذه كتنجح معاها، على ما قالوا قال لك صاحبة الرئيس، تقول سعادة الرئيس، يا صاحبي يبقى عليها سعادة الرئيس، تعطاها المنصب وحيدوا لها، كيما قال واحد لها حيدوا لها. عطاو لي واحد الحيد فهمتي، هاهي دابا هادي خصهم يطيروها، هادي شفارة وحقارة، فهمتي راجلها من المافيا د العقار، راجلها ببرلمان من المافيا د العقار، ودابا تصور من يكونو ناعسين بالليل يقول حبيبتي ديك الأرض دوزيها ليا مع هو يضرب ديك الدقة هاكا، ويكون هو يكون جاي في الطريق وهي جاية في الطريق، وتقول يس دارلينغ تعطيه هذا، فهمتي لا هادي خطيرة على مدينة الدار البيضاء، دابا خصنا نطلبو من داك اسمو شكون هو اللي يحكم على الداخلية على هادو الفتيت، الفتيت ياك دي في المغرب، هو دي واحد الفتيت دي من فرنسا. يمشي صوب القلب ديال كاروس مانيش جري على ما عندنا ما نديرو بها، ما احترام النساء، الله العيال تما الشفارات نديرو هذيك ما نديروهاش، هذيك مدوزه تاع الشفار، مدوزه في القطاع ديال الصحه ديال بلمسيك، مدوزه هذا وحقاره فهمتي، ايوا نجرو عليها ما عندنا ما نديرو بها، خلينا نديرو الدار البيضاء بلا عمده، واش ها هي بلا عمده غادي، واش الدار البيضاء غادي تريب ديك واش قضيه، لا وقول لي هو دخلنا بجوه الله، ما فهمتيش ها هي نقول لك، قال لي واحد طبق على نفسك هذه خدم لا قوه، واحد قال لي ديك اللغه ديال باري فرونسي، قال لي هذا استعملها على نفسك، وانا مستعملها، وانا انا الاول نخدم لا قوه، وانا الاول انا هو هذا، قال لي استعمل شوف هذا باري فرونسي تيخرجوا، ولكن اليوم غادي ماي جراتيتي هذاك اسمو اللي يحكم على فرنسا ماكرون معليش هذاك، لانه عجبني قال دوك الكابران ديال الجزائر، قال لهم نتوما عمركم ما كنتو دوله، وكاين وراقي سكري اللي خصهم يدوز عليهم 50 عام سلعه ما تيخرجوا، مكتوبه والجزائر غادي يفرقوها، خوتي الجزائريين اللي قريبين للبهره داكشي يدخلوا مع المغرب، لان الجزائر غتفرق الا باقي هادو حاكمين هاد العساكر ديالو، هادو صحاب ديكوش هادو اللي باقي حاكمين الجزائر غتفرق، قالوا لا قالك بغا يديروا الحرب معنا، ديروا الحرب زعما حنا خايفين منكم، ما خايفينش منكم، ماشي الجزائريين صحابنا، ماشي اللي قلنا عرفنا كبيرين، هادو اللي قالوا لنا حنا قراهم في التلاوه حنا اعداء، داك بوم ديال ولد القحبان عاد الله وعلى دين امه، اشنو الله يرحم دين امه ولد القحبان، دوز فينا النار ديال الكلب، معليش دوزت بالجزائريين، معليش دابا هادوك قبيلوا مع الحرب، وداك ماكرون الله يعاون تنشكرو انا من هنايا، واليوم فاليوم باليوم فصاعدا غادي نبيع الشراب الكحول الفرنسي، هايا الريكار غادي نرجع الباص، هايا فهمتي انا عملت لك البويكوت ديالي، ودابا اليوم شكرا لماكرون، ميرسي ماكرون، ها اهلا بكم اسكو تيسال، قال لهم نتوما ماشي ايطا، لا ما قال لهم نتوما ماشي ايطا، والو قال لهم نتوما والو، نتوما اللي جاي حكم عليكم، فهمتي ودابا غادي هذا فهمتي هاد الجزائر غادي تفرق، وقال لهم دوغول، قال لهم دوغول بدو استقلال، عمكم غادي تاخذوا استقلال، قال لهم دوغول بحال هكا، واش من استقلال خالو، بيقتلوا بعضياتهم هادو ودي شفروا، وهذوك العساكر ديال الفلوس، هاي الريكارد رجع هنايا، هاي سي ماكرون، هاي الريكارد، وهادي رجع سيدي ديبوني هاي ميسيو ماكرون، هاي رجع نبلع الشاب ديالكم نتوما دابا، فهمتي اللي كنت عامل لكم داك اسمو البويكوت، هاي هاي فوالا، هاي وغادي نزيد هادي، وغادي نزيد هادو، هادو هما شفتهم. ها هما تما هادو غادي نرجعهم، هادي ها هما كريم دو مونت، ها ماري بريزا هايا كاع هادو كاع الخمور الفرنسية، شوف المهداوي ها انت، حنا تنشربو وتنسكرو، ها هادو حنا رجعتهم على قبل هذا، على قبل القرار اللي قال ماكرون، قالوا العساكرية ديال الجزائريين، لا الشعب ما عندنا ما نديرو به،
هادو العسكري هادو اللي تفرقوا التشيكات دابا واحد لك اسمه الكاستع هما دابا تفرقوا التشيكات على دوك الجمهوريين والجمهوريين داروا ليا في المهداوي دعوا عليه بالسبان هذا فلهذا ها انت ها هما كاع اي حاجه فيها ماد ينفرج ماد مش احمق لا مش احمق لا ميد اه ميد ميد ينفرج ماشي الخدام لا لا هما تيقول لك سبيكينغ انجلش ميد ان فرانس هذه اي حاجه هما تيقول لك ماد ميد اي حاجه فيها ميد هنا هاي كاع هاي ثاني هذا اسمه هذا تريبل سيك تريبل سيك بلون تا هو غادي يرجع اي حاجه كاع الشرابات الخمر الفرنسي غادي يرجعوه هنايا دابا هذا اليوم مليون فصاعده سنستمر في بيع الكحول العيني لا اللي واحد يقول الجاع ما عرفش الجاع ولا ما الجاع انت ما كاع هادو غادي نبيعوهم دابا لورد ابي ديكلير تو ريزيم سيلين فرنش الكحول ان هيز بار فلهذا على سانتي مسيو ماكرون والعساكري الجزائر عمركم ما كنتوا دول انا كبر منكم انا عندي 70 عام وزياده انا كبر من الجزائر انا كبر منكم بالله شتيها ما الدولة شو يقول لك خلينا نقولها بالعربية الدولة عميقة عميقة ولا غميقة غميق هذيك الدولة احنا كبرنا 1400 عام من عندك مولاي اسماعيل مولاي الشريف ما نعرف حنا ما قاريش تاريخ حدين نحو ماشي لا 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 ماشي الجمع ديال لا 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 ما تدخلش لي الهضرة في فمي نبوت هو لي الماما معليش فلهذا اشكركم من هذا المنبر انا غادي نمشي راني حقا اليوم غندير اجتماع واحد الاجتماع خفيف مع الاعضاء باش نخلصوا ندير واحد الميزانيه الفقيه الساحل باش نشريو لي جلالب غنشريو لي جلالب وطرابش لانه قال لك هذوك اللي عنده قدامه لانه خص يبان حتى هو ديما تيشوف الملك لابس جلابه وقلت له هذاك الملك الفوجي فابور من عند بوه عليه واحد نقدم معاه ولكن دابا حنا نديرو لي خاطرو راه عيطنا المغرب الناس ديالنا في المغرب مشاو للحبوس وغيشريو لي جوج جلابات وجوج طرابش باش يولي يبدل باش هذا بلي غادي دابا لانه هي قال وزاره الاوقاف ما يعطي والو غادي يوقفوا ويسخشوا الحبس عامين قال لي حنايا حنا ما تابعناش الاوقاف اعوذ بالله ما واقفين ما باركين حنا بوحدنا فلوس هادشي غادي نمشي نشريو له الجلابات ونشريو له الطابش باش يبان كسمه الخطبه ديال الجمعه فلهذا هما غادي نصوتوا مش غادي نصوتوا لا غادي ديروا صبعك نهزوا الصبع واللي ما اتفقش تو ندخلوا معنا حنا عندنا الديمقراطيه حنا تا واحد ما نخسروا اللي خاطره اللي صوت واللي ما صوتش كلشي تي هذاك اللي غنديروا غادي باش نخرجوا الميزانيه نخرجوها من لاكيس من تحت هنايا لاكيس وغادي نعطيوها للقصه وتا هذيك اسمها الحاجه بيلا تا هي غنشري لها جوج بدعيات راه قلنا لها نصيفطوا لها طاي اليوم نصيفطوا لهم لها طاي باش يشريو لها جوج بدعيات تقول لي جبال بحال هذا هذوك دير لك تحشم تجيب جلابه للبار ما تجيبها لك ملكم ريح هذا المروكي تبان شويه هذا مسكينه شكرناها ماشي الشكاره لا شكر على ديك لا ميسيون ديال قيبروس سايبرس شيبر انا مشيت تما دد معايا الشبه معليش فلهذا ما نطولش عليكم دوزنا 25 دقيقه ما قلنا فيها والو تقول شحال فيها تكلمنا على كلاب تكلمنا على معليش المهداوي فلهذا المهداوي اللي تقلقتي دير بحالي ها وهاديك ما يجدوش لي امي وما يجدوش لي مرتي هاديك متفق معاك هذيك خط احمر ولا خط ابيض فين ديك المره ديال الخط الابيض جرى عليها ولا بقى حيه هذيك خصنا نسيتو ليها المراكي والحاجه بيلا دوز بيها بخيط ابيض فلهذا غادي نودعكم لهذا المنبر كان معكم اللورد ابي هو انايا تشوفوا فيا كيفاش قال لي واحد بان كامب بحال هذوك الكيبن ديال ميامي هذوك ميامي فايس دون جوز باش قال واحد يتبان بحال هذوك عروبي عمي سكار فايس ني الله جا من تما من الكيبو جا هذا وبغى يبان هذا لا لا هو تنبان بحال هكا ما عرفتش شويه دافي ما نافني فلهذا قال لي واحد على هذيك اسمو قال لي هذيك كانوا دايرين واحد الفيديو ديال منى والدكتور كوتر حبيبي قال لي علاش ما دخلتيش للقناه ديالها ديال الكوتر قال لي ما عرفتش داكشي انا النووي ما عرفتش تقولها
ما عندي معنى حدينا حاجه نعرف انه هي ديك الميكروويف تنسخن فيها الماكله ولا نمشي ندوز الراديو. الراديو هذا هذاك الراديو دير ليه بحال شي كامبو تحت كرشك على هذاك على واحد الحديده بيضاء ديال لامينيوم وتيدير لك تيجي في الموضوع ديك الطق تيصور لك الكبده ديالك كل هذاك هذاك هو الراديو هذاك الراديو ولا هذيك ديال الدانتيست تيخرج تيهرب من البيت وديك زعما كاع تعمل ديك اسمها هذاك هذاك هو النووي نعرف انا اما شي حاجه على النووي يقلبوا للذريه اللي كانوا يديروها في الصحراء بكري فرانسيس في خرجنا الزنقه تنحتجوا 53 ولا ماشي 53 الله ما عقل 61 داروا قلبوا للذريه في الصحراء وقال في الصحراء الجزائريه ديك الساعه هي مغربيه هما تقول مغربي كانوا يديروا التجربه ديال النووي وخرجنا حنا نعملوا الاحتجاج هذه هادشي تعرف على النووي شي حاجه اخرى ما نعرف لها والو ما قاريش الفيزيك كنت نقرا الفيزيك اللي تيقول عبد الله قال واحد معليش فلهذا هلا دولا مالي الكلاب نعالة الله وعلى دينكم ما تخراوش الكلاب ديالكم في الشوارع الا خرا الكلب جمعوا ياك انت كلب جمع خرا كلبك الكلب فلهذا يحتفظوا على نظافة أي كان يكتبوا لنا في المغرب هذه في الدار البيضاء يحتفظوا على نظافة مدينتكم كان مكتوبة في ممشي تلقى ساعة جاد عربي حي كل شيء هذا كانت في البوسطة البوسطة اللي هي الوزيز اللي حدا البراكة في الفوق ديفونس دو كراشي ما تتدخل تدفل ديفونس دو كيمي ديفونس دو كراشي وشي حاجة أخرى كاتبينها كاتبينها ها شوف ملي كانوا فرانسيس ها وعاك ديفونس ما تخورش طيزك في السنقة معليش أخي المواطن أشكرك على نقول لك ورك وعاود كرك وما تنساش تشارك في القناة وتابوني وسبسكرايب شير باتاجي فرقوا بلياتكم اعمل لايك واعمل ديسلايك واعمل ديك ام ولا كنتي من الكلاب نوض اعمل لي سينيال سينيال ولا يعملوا لك بيتيشن فلهذا تشكر الاخ اللي البحث اللي درت هكا هنايا في السيم ديال التريكو تحل خيطناه ما درتش على بالي واحد قال لي شباب ما دير نجيب سمو نجيب الشرم من هنا هنايا في التريكو محلول جاب الله جا من السيم من كاين لاصق انا شكرا ويل دون ويل سبوت معليش انا نودعكم لهنايا ودابا مع ديك واحد المده تخدم الويكاند سي سي شو تلهو بيات المرأة قادر يدير لكم ديك الشيء ديال القهوة شرب القهوة ولا السكر معليش تنحيي الدكتورة كوتور تنحيي منى وتنحيي ديك مونوفون تاهي مسكينة كتبت ليا مونوفون عاد تكلم عن كلمة وديك السيدة اسمها ناصيري وشكون عطيه الناس اللي تكتبوا لي ديال الطاليان عبدو وهادو ديال الطاليان تاهما بلا ايطالي تنحييكم نحيي الناس كاع ديال الطاليان واسبانيا واحد قال لي كاين شي مسلمين جداد في ديك سان سيباستيان قال لي حنا مسلمين جداد هادو المسلمين ديال سان سيباستيان خويا مزيان حنا بغينا المسلمين بحالنا وبحالكم يكونوا في العالم كله العالم كله ماشي الجريده العالم الاخر اللي فيه الالف علاش لا غير المسلمين ديال المغرب اللي ما قابليش عليهم هادو كفار قالت لهم واحد البلوغ واحد الدريه زوينه تعرف تتكلم كي ما عطاوليش السميه ديالها فهمتي خصني عند السميه ديالها باش هي قالت لهم هادي فات كراسول كراسول فات وتنقول الاخت اللي صيفطت لي الفيديو صيفط لي السميه ديالها لابسه الجين عرفتي وديرها ودير الخاتم ديال الزواج وكتسب وتتكلم بواحد اللغه العربيه اللي تنفهموها تنفهموها قالت لهم هانتوما هانتسوا هذيك خصنا هذيك خصنا نديرو معاها اللايف خصنا نصيفط المولى خاصك المولى الفيديو كاين المولى خصها تتصل بها حلبه ديالها تيعرفو بعضياتهم غير تيشمو الريحه ديال بعضياتهم فلهذا نحيي الاخوان ديال بلجيكا وديال الطاليان وديال بارلي فرونسي هو دابا واش هذاك اسمو ديال الحلقه اليوم هذاك اسمو لك هذاك تحفه ديال الحلقه ديال الحلقه اليوم راه قالوا بالعياد اخويا فوت حاس سلم لي على امك وعلى خالتك وعلى عمتك وعلى السينابيب على هذا وهذا هاي ضيعت لها الدقيق لان هادشي كيديروا في البرلمان يدخل عنده اخ باش يعطيه السؤال للقاعه سعاده الرئيسه اخوان اخوات هذا مستشارين مستشارات يبقى هذا وتقول بسم الله الرحمن الرحيم تيبقاو ديال الباك يدوز 5 دقائق ما قال والو ولا خرج ديالي من المنطقه طاق
your time is finished. مليش تنام my time is finished. وغادي نقول لكم يلا وصل نديركم السفارة و I must go. Your last order at the bar. احنا نضيعوا الوقت على والو، نتكلموا والو، ضحكنا من الساعة وما قلنا والو، حتى حاجة ما قلناها، حتى حاجة جملة مفيدة، كيما قال لك اسمو هذاك اسمو المهداوي قال لك جملة مفيدة، واش حنا نقراو باش نديروا الجملة المفيدة؟ صافي هذا اليوتيوب هذا التواصل الاجتماعي في جميع المصائب، إلا ما قديتش عليها خرج من ذا، كيما قال لك بغيت هذا وهذا هذا، واش نتايا اليوتيوب راسو جوجل ما قدرش يعمل تنظيم النظام هذا السير ديال اليوتيوب وأنت بغيت دير أرجيف دخل له. أنا بدي تقنع الجملة البويزة أو تاني إيوا شي باش تهددنا لا تهددنا لا تهدد اليوتيوب أنا باجي تهديد إنديريكت ما تهدد البويزة بغيت دير ودي ما دير دخل معمعة وصافي لي سبك سبو وخرج من الطريق ماك أنت ملائكة لا ماشي ملائكة لا سبك واحد خرج مع السبان ولا لا بلوكي ولا نساه صافي واحد الناس يعرفوك عندك 4000 400000 واحد تفرج فيك انت واش باغي راك عايش مع راسك انت فلهذا ما تضيعش وقتك عليهم انت وانت سبيتيهم هما سبيتيهم غادي يخرجوا لك على ثاني ايوا انا ما عندي تكتيز انا نديرها باش نضحك باش نضحك وجبد سميتك كاين جبد سميتك علاش جبد سميتك الناس تيقولوا ها هو جبد المهداوي تيدخلوا للمشاهدين تيدخلوا بحال بحال شي سينما عندك بحاج الشاوية تعرف الشاوية دون جهة حتى من اسم هذيك سلا ما عليك ما تعرف حد الكراج علال فلهذا تنقول كذا من هنايا يلا سيدي يلا ladies and gentlemen finish your drink and piss off please مانات فلهذا ما تقلقش اسي المهداوي لا تقلق تدير راسك بالحيط صافي هذا هو الحل ديالها هذا هو الحل ديالها لا تعيش من اليوتيوب ودابا داروا لك الباز دابا داروا لك الباز الناس غيدخلوا يتفرجوا علاش شكون هذوما يسبوك ايوا انا جبت لهم بلا ما نجبد سميتهم الناس غادي يعرفوهم يدخلوا البطاطا ويعرفوهم فلهذا انا غنضرب كاسي ونمشي بحال هكا يلا سيدي يلا 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 فينا فين فينك 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 قرب هذا نتكلم مع بشوي ديال 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 المخزن الحقره الحقره يلا وقف 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 نعمل لك اسمه وقف قرب يلا بطل منك يلا وقف دمتم على خير ومع السلامة إلى مرة أخرى نتكلم معكم على التلفزيون